يعني يسأل عن حكم الخيانة والخائن في الشريعة الإسلامية. الخيانة تختلف، يعني كل خيانة، في هناك خيانة في الأمانة وهذه إثمها عظيم، لأن الله عز وجل ينصب لكل غادر ولكل خائن لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان وهذه خيانة فلان، فيفضح ويشنع به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يعني كل الخلائق تنظر لأن كلهم يكونون في صعيد واحد، يعني يبصرون لا يحجبهم شيء عن البصر وعن الرؤية، فهذا ينادي على نفسه بهذه يعني الفضيحة الشنيعة، والله عز وجل تحذر الخيانات، وإذا كانت هناك خيانات أخرى ربما تكون أكبر، هذه خيانة مطلق، خيانة في أمانة ولا في مال ولا في وظيفة تسير إليه ولا في كذا، هذه عقوبته أن تنصب له غدرة، خيانة يعني غادر فلان غادر يكتب اسمه هكذا بالبنط العريض الغليل الذي يراه الناس جميعا ويقال فلان خائن، هذا فلان الذي كنتم تعتقدون فيه الخير وتعتقدون فيه الصلاح ويدعي الوطنية ويدعي الحرص على البلد ويدعي الحرص على الإسلام، فلان غادر يعرفه كل الناس، وهذا يعني ليس بعد هذا عقوبة ولا تشنيع ولا فضيحة. وهناك خيانات أخرى عقوبتها أشد، خيانة مثل الجاسوس ولا غيره حكمه القتل، يعني يقتل، والذي يتجسس على المسلمين لأعدائهم، وعند الإمام مالك لا تقبل حتى توبته يقطع رأسه.